يا مطعمي انت اصلا ما تعرفين تقرأين. انت طب امك المفروض ان انت لازم تتعلمين كل الحروف، واصلا الخطة سهلة. يا دانا ما فيها شيء، خليها تسأل. فطامي ليش انت قاعدة بروحك؟ وليش انت حزينة؟ فطامي انت بعدك صغيرة وشوي شوي بتتعلمين. لولو كلها تقولي انا فاشلة، حتى اسمي مش حلو. لا يا فطامي اسمك حلو، خليكي فخورة بنفسك. شوفين قدامك. يا دانا ما يصير تقول هالكلام، يلا قومي ساديها بدل ما تتفلسفين. يا الله هذا الفشل اللي فيك متى راح يخلص؟ يا دانا ساديها بدل هالكلام السلبي، يلا تعالي. فطامي يلا. فطامي الحمد لله على السلامة، تعورتي؟ بس شوية. يا جماعة تهبلي أنا فاشلة. فطامي فطامي وينك؟ وينك؟ ليش تركضين؟ وين بتروحين؟ تعالي يا لولو. ليش تنادي فطامي؟ ما أعرف وين بتروح. ليش تركض؟ أصلا هذه البنت سلبية وخوافة وترجع بعد شوي. اسكتي يا دانا حرام عليك، ولو صار في فطامي شيء انت السبب، لازم تشجعينها أو تسكتين، ترى فطامي صغيرة. كل شوي تقولين فطامي فاشلة فاشلة وفطامي صغيرة صغيرة، يا تشجعينها يا تسكتين. أنا كل يوم فاشلة، أحب يهبني. طامي
فطامي قومي، فطامي شو صار؟ قومي يا فطامي شو صار؟ تعورت فطامي. قومي فطامي، شو صار فيك؟ فطامي قومي. أخيرا قامت، الحمد لله على السلامة. شو صار؟ آسف يا بطلة، أنا غلطانة. آسف. وإن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، لا تنسون تضيف الحساب الانستغرام والتيك توك، واشتركوا زاوية بناتي. باي. هل يسوون فيديوهات؟ وسووا هذا الفيديو شير لكل مكان عشان نوصل 1 مليون بسرعة، ونسوي حفلة كبيرة وأبهاد وعيشنا بتبع، فوصلنا 1 مليون بسرعة. يا بطامي بطامي، تعالي قيميها معايا. طمي قومي 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 فايها. يا أصدقائي، مثل ما الكلام الإيجابي يرفع المعنويات، ترى الكلام السلبي يدمر الإنسان. لهذا كونوا أصحاب الكلمة الطيبة. مع السلامة. مع السلامة. سلامة.